بالنسبة للوقت الحاضر فإحنا المستشفى مقدم خدمات بالمسة، إحنا المواطنين بيقدم خدمات، ولكن ينقص المستشفى زيادة الكوادر حقها، زيادة الاعتماد حقها، زيادة ما 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 أهلوه مثل المستشفيات الأخرى. في مديريات أهلوها، عملوا لها مبالغ، عملوا لها اعتمادات، بينما حريب أكبر مديرية تعتبر في المحافظة، تعتبر إنها بعد المحافظة هي الدرجة الثانية المفروض. ولذلك نحن نطالب من الجهات المختصة أن تنظر في هذا الجانب. أما بالنسبة للخدمات الصحية التي تقدمها هذا المستشفى فهي كبيرة جدا جدا، ولكن لا تحظى بالتغطية الإعلامية من أي قناة، وهذه أول قناة أعتقد في الوقت الحاضر التي زارت هذا المستشفى، وسوف ترفع شكوى هذه المستشفى. في المستشفى أولا تحتاج إلى، أنا أعتقد هذا في رأيي أنا الشخصي، ولا وليس لي علاقة بالإدارة ولا بكادرها الطبي، ولكن أعتقد أن المستشفى بحاجة إلى 5 أخصائيين على الأقل تتكفل فيه القيادة السياسية، القيادة في المحافظة والمجلس المحلي ومكتب الصحة. نعاني من ضعف الخدمات الصحية في المديرية مقابلة أو مقارنة بالمديريات المجاورة، تعتبر مديرية حريب ضعيفة جدا من المقومات الصحية. خدمات الطوارئ خصوصا المستشفى، نحن هنا في مديرية حريب كنازحين نطالب محافظة المحافظة ومدير المديرية بتحسين المستوى الصحي لأبناء المديرية. الخدمات الصحية والمستشفى يفتقر إلى الكثير من الأدوية، إلى الكثير من العلاجات، إلى الكثير من الأجهزة التي تتطلب أجهزة العلاج أو الأجهزة الطبية والصحية. لذلك فنحن نطالب المحافظ ونطالب مدير المديرية بالاهتمام بالجانب الصحي في هذه المديرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بكم، أجمل ترحيب في مديرية حريب. المديرية الثانية من حيث الكثافة السكانية ومن حيث المساحة، تعتبر أكبر مديرية أو ثاني أكبر مديرية على مستوى المحافظة. هذه المديرية تعاني من تردي الأوضاع الصحية بالمديرية وشحة الإمكانيات المقدمة من قبل حكومة الشرعية، حيث والمديرية لا يوجد بها سوى مستشفى واحد منذ السبعينات، تمام، يفتقر لأعظم الأجهزة أو أصغر الأجهزة التي لا تلبي احتياجات المواطن في هذه المديرية. هناك بعض المرافق الصحية منها مستشفى العطير الخيري، هذا تم بفعل جهود فاعل الخير للشيخ يوسف العطير والذي تبنى مثل هذا المشروع. أما بالنسبة للمشاريع الحكومية هي عبارة عن وحدات صحية في العزل وفي المديريات لا تعمل غالبا. المستشفى الوحيد الحكومي الذي يعمل كما قلنا هو مستشفى حريب العام الذي يوجد في وسط المدينة. بالنسبة لمديرية حريب هي المديرية الثانية على مستوى محافظة مأرب، والذي تفتقر إلى أشياء كثيرة بالنسبة للصحة، وهي تعاني من قل الأجهزة التي تعمل الكثير في المستشفيات. وبالنسبة لا يوجد لدينا لا أشعة مقطعية داخل المديرية، ولا يوجد لدينا أيضا أشعة، بالمعنى الأصح أنما بالنسبة للأشعة نخرج عند عيادات خارجية لكي تعمل الأشعة. طبعا مديرية حريب تعتبر ثاني مديرية في مستوى المحافظة، ونزح إليها عدد كثير من السكان وبحاجة إلى تحسين المستوى الصحي، فهو متردي في هذه المديرية كون عدد السكان كثير من حيث أهل المدينة والنازحين، ونطالب السلطة المحلية ونطالب الشرعية بتحسين الوضع الصحي وتوفير الأطباء والممرضات.